موضوع الأولاني ما يتعلق بكورونا مصر، والنهاردة وصل العدد الأطباء الذين زفوا بالشهادة ومنحوا الشهادة بإذن الله نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا 50 طبيب. الحقيقة إن هذه القائمة قائمة الشرف بتضم نخبة من أطباء مصر، من المتخصصين، من الاستشاريين، من الأساتذة، من مدرسي الجامعة، يعني مدرس تعرف السلك الجامعي، مدرس يبقى معاه دكتوراه ولسه هيبقى أستاذ مساعد وبعدين يبقى أستاذ. يعني الحقيقة جاءتني هذه القائمة من الدكتور صفي الدين حامد مشكورا، وأرفقها برسالة مهم إن إحنا نعرفها. أصل النزيف بتاع مصر ده مش نزيف إنه الشغل اتعطل، لما بلد يروح منها فيها حوالي 400 طبيب أصيبوا كوادر طبية وخمسين طبيب يرتقوا شهداء. دكتور صفي الدين حامد بعت لي يذكرني رسالة، أنا بتفاعل مع الأشياء دي بشكل جيد، بيقول لي طيب النهاردة الدكتور بيكلف أهله كام؟ ما هو مش بيدفع 50,000 ويخش كلية الشرطة ولا كلية الحربية ولا 100,000 وخلاص وخلصت، لا. بيقول لي كلية الطب كلية بتصرف، وأنا جاي من شبرا الخيمة وعارف يعني إيه إن أبوك وأمك يصرفوا عليك 7 سنين وبعدين تطلع تتخرج تلاقي شغل في مستشفى أو ما تلاقيش. طبعا الوزارة كان بتعمل التكليف، والتكليف ساعتها كان بكام؟ 60 جنيه. أنا خريج 85، قعدت 6 7 سنين، 6 سنين دراسة وسنة امتياز، مش عارف كانوا بيدونا كام لحلوح وكده. أنا متذكر إن في إحدى السنوات كنا بنشتري كتاب مستنسخ مرجع تكست بوك يعني ب75 جنيه، ذلك في أوائل الثمانينيات أولها، ممكن أنا دخلت 79 جامعة 78 79 إعداد وطب، كان الكتاب يستنسخ ب75 جنيه، راتب موظف في الدولة، وأهلنا كانوا ناس بسطاء اللي يبيعوا بيه بيجيبوه، وانت تشتغل بقى في الصيف في المصانع اللي موجوده في شبرا الخيمه، يعني الاسم ان انت طالب كليه طب، والحقيقه ان انت بتساعد في العياده اللي موجوده في الشركات الحكوميه في ذلك الوقت، يعني شركه ياسين، القاهره المنسوجات، العديد، ما تشتغل عشان توفر ثمن في الصيف كله، عشان توفر ثمن كتاب مستنسخ يعني متصور، وتقف في الطابور. كان في مكان تحت ملاصق لنقابه الاطباء العامه تحت في شارع القصر العيني، تقف، ما فيش، فاكر كان اسمه ايه الشاب اللي كان هناك، الله يكرمه اذا كان عايش ويرحمه اذا كان ميت، وتقف في الطابور عشان يتم استنساخ كتاب ليك، لكتاب واحد، وبعدين بعد كده شوف بقى هكذا دواليك. بتصرف على الواحد عشرات الالاف من الجنيهات في السنه. الدوله بتقول لك التعليم ببلاش على عيني، صحيح هي الرسوم قليله لكن كل شيء بفلوس، المذكره اللي بيعملها الدكتور بفلوس سواء تصورها او تشتريها، الكتاب بفلوس، التكست بوك بفلوس. فانت عندك 4 حاجات لازم تعرفهم وانت طالب وبالذات في كليه الطب. أول حاجة تسجل المحاضرة، يعني تقعد تكتب ورا أو الراوند لما تحضر. تاني حاجة تاخد ملزمة، في دكاترة كتير ولاد حلال كانوا عاملين ملازم بتتوزع ببلاش، يعني هو يقول لك خد صورها يا ابني، وكتب تستنسخ، ومراجع تشترى أو تستنسخ، ده لسه أنت ما تخرجتش. وبعدين لازم يكون عندك تشتري والله مش عارف هيكل عظمي وتروح للراجل بتاع اللي يبيع العلاج العظميه ويقول لك يا ابني تعالى اشتري ب 100 جنيه و200 جنيه وهكذا. وبعدين انت عاوز دايما يبقى تروح بقى الجامعه من الصبح بالليل هتاكل لك 3 وجبات. يعني انا اذكر ان بعض الايام كان اليوم عندنا من 8 الصبح مثلا ل 7، كنت فاكر هذا اليوم كان يوم السبت لما كنا في اعدادي طب،
اعدادي طب، دي المرحله الاولى لكليه الطب. بعد الايام كان يبقى عندك محاضرات لحد الساعه 2، وبعدين في راوندات وسكتشات وسكشنات اسف بتحضرها، برضو ممكن تقعد للساعه 5. ده كله وانت عاوز تبقى لابس البلطو، والدكتور راح والدكتور جه والكلام ده، وتركب بقى مواصلات، وعشان تركب مثلا تركب ميكروباص بس الغالي شويه بربع جنيه زمان قوي، الابيض ده الصغير، مش معقول هتركب الاتوبيس وتتنشل، وساعات تركب اتوبيس طلبه، وساعات تركب القطر، ساعات تقعد تذاكر وتاكل بقى ومش عارف تشرب وتنور اللمبه، وتعالى يا بابا وتعالى يا ماما واعملوا وسووا وسيبوني يا جماعه. ده نفقه عاليه الكلفه جدا، استثمار عالي. ممكن تقول الواحد كده بيتكلف له $200,000 يعني بالمعنى الكامل، يعني مش بالضروره فلوس هي، لكن في اوقات انت بتصرفها، اوقات غيرك بيصرفها عليك، في اموال بتصرف في الجهد بيتعمل، وبتطلع تاخد على يمنك مش عارف 50 60 جنيه مش مشكله، النهارده 1000 2000 3 برضه كلام، لانه $100 يعني في النهايه $100 للدكتور او $150، كلام فارغ جدا جدا جدا. يعني البيزك بتاع اي حد $2000 في اي حد، في اي حد، في ناس توصل ل 10000 15000. ده انت لسه رحتش ولا جيت، تروح تشتغل في مستوصف هتطلع ايه؟ انا اتكلم على ايام المستوصف كان الكشف فيه 3 جنيه، والمستوصف لمستوصف تفتح عيادتك مش هتقدر تغلي عشان انت قاعد في شبرا والناس غلابه، والكشف ب 5 جنيه، 5 جنيه تعال عند الدكتور جراح العظام ب 5 جنيه تعمل عمليه، ما تقدرش تاخد ناس تروح تعملها في المستوصف، الحياه صعبه. فالطبيب فيه استثمار عالي، نفقه كبيره جدا. فلما يموت 50 طبيب حتى هذه اللحظة، وربنا يستر حتى يوم امبارح حسب القائمة، الدكتور أحمد اللواح، حسني عبد العظيم، جبريل علي يوسف، طارق شكري، مدحت عطلة، أشرف عدلي، هشام الساكت، ممدوح أحمد، ودول إيه من أساتذة جراحة مخ وأعصاب، ده رئيس إسعاف لوكيل كلية، لاختصاصي قلب، لاختصاص شيخوخة، لاستشاري أمراض نفسية، لاختبارات نفسية، لاختصاصي جراحة عيون، لطبيب عادي، لاستشارة تحاليل، لاستشاري بطنة، استشاري نساء، استشاري أستاذ رمض، الدكتور جمال فرحات، الدكتور صلاح عبد ربه. أنا فاكر صلاح عبد ربه ده كان في شبرا خيمة، إذا أنا مش خينان الذاكرة، كان أستاذ أطفال، كان فاتح في حتة أظن في شارع 10، الجماعة بتوع شبرا يصلحوا لي، ده من زمان قوي يعني، من زمان اول ما يعني ساكن في شبرا وعيادتك في شبرا، هو كان موجود ايام الدكتور حسين الدرج الله يرحمه، وغيره بقى الدكتور عمرو استاذ مش عارف ايه، استاذ الكلى، الدكتور احمد النني استشاري امراض النساء، الدكتور صالح الشيمي استاذ الجلديه، الدكتور سمير الغندور استاذ جراحه العظام، مدير مستشفى العيون بالقاهره الدكتور يحيى سعد، الدكتور رأفت ناجي استشاري النساء والولاده، الدكتور احمد ياسين غلاب اخصائي المسالك البوليه، الدكتور فكري منير مستشفى ماري مرقص، الدكتور البير جرجس، الدكتور رونز ياسع مقار مجار، الدكتور اشرف القاضي، الدكتور فريد الجندي، الدكتور فريد الجندي رئيس قسم القلب معهد القلب، الدكتوره صباح، الدكتور مش بعدين تعالى، الدكتور اسماعيل الراوي عبد الغني اسماعيل طبيب النساء والولاده، الدكتورة نرمين برضو أخصائية نساء ولادة، الدكتور محمد عنتر أخصائي أطفال شاب صغير مدرس بجامعة بكلية الطب، يعني ودول كلهم معظمهم شباب في النهاية، الدكتور محسن الهياتمي بتاع البطنة بتاع جامعة الأزهر، الدكتور يوحنا لطفي استشاري أمراض النساء، الدكتور أيمن زاكي، الدكتور هشام عبد الحميد، الاستاذ الدكتور السيد رشدي محجوب استاذ جراحه المخ والاعصاب، الراجل بتاع الجراحه العامه الدكتور محمود خضر جراحه، الدكتور سمير عثمان، الدكتور محمد عبد الحكيم، الدكتور ايمن زكي استشاري النساء والولاد، كل دول استثمار بشري بيروح. في العاده حتى في الحروب، في الحروب انت ما بتضحيش بالقيادات الكبرى اللي عندك، ما بتضحيش بالموارد الكبرى، ده الناس اللي هم العساكر، العساكر الحقيقيين يعني اللي هم بتوع الجيش يعني مش الجماعه الاونطاجيه دول، بيعرف انه في عنده دبابه ثمنها كذا ورامي ثمنه كذا، الرامي ده بيعمل الراجمات ده ممكن يسقط له 10 دبابات يبقى انا احميه، طب سقط الدبابه اوكي دبابه يجي وراها دبابه، او اخسر العدو دبابتين، انما انا بخسر جيشي الحقيقي بخسره الرامي
والموجه والمشرف. طب لما الساحه تفضى من الدكاتره مين هيقع عليكم؟ اوعى تقول هنجيب حد الضابط. هذا ليس من انا بحاول افهمك الاولويات. هم ليه بيضحوا بالاطباء؟ لان هو بيعتبر انه دي حاجه بس. ايه يعني الاطباء ما يموتوا يا اخ؟ يعني بابن قصور؟ ايوه هابني وابني وابني. نفس الفكره. هو لا يؤمن بالانسان، هو لا يعتقد انه هذا البني ادم يستحق الحياه. يعني جاي وفد يزور احدى المستشفيات في مصر لابس اللبس كله بحيث انه مش باين منه حاجه، بينما الطبيب اللي بيستقبله لابس يا دوبك الكمامه. طيب ادي اللبس ده للطبيب ده عشان تحميه. لا، الطبيب ابن كلب ولازم يموت. لا هو هيعمل انا طبيب ولا ايه؟ كلنا اطباء، ده انا حتى طبيب الفلاسفه. الكلام ده الحقيقه مزعج ومؤلم. استثمارات عاليه جدا، اطباء مصريين حول العالم مهره واكفاء ويستطيعون القيام بدور عظيم ويقومون بذلك في السعوديه، في الكويت، في البحرين، في قطر، في كل مكان حلوا فيه هم اطباء مهره وجيدين. انا عشت في الخليج وسمعت وقعدت مع زملاء من اللي سابوا مصر بعد ما خد الماجستير او الدبلومه، والناس دي عندها رغبة في الاستمرار التعلم. مش بياخد ماجستير مصري ويبطل، لا، بيقوم رايح بره، جزء من فلوسه اللي بيدخلها من الخليج بيروم صرفها على الزمالة، على الدكتوراه اللي هو الابجريدنج والكونتينيوس ليرنينج، لانه مش طبيب اهبل خدنا دبلومه ولا ماجستير وخلاص. طول ما هو بيشتغل في المسألة دي شغال. اعرف صديقا طبيب قلب ماهر جدا كان بيشتغل في الكويت، كان بيشتغل في مستشفى الاميري، وفجاه قال لي انا رايح بلد خليجي تاني. قلت له ليه؟ في الكويت بيدوا راتب كويسه للاطباء عموما يعني. طبعا طبعا في مشكلات وناس بتشتم دكاتره وتضربهم، بس ده كلام انا بعتبره ليس الاساس، لان مجتمع المثقف في الكويت مجتمع الاطباء والناس دي يعني هتجد بعض الشواذ، لكن في الحقيقه المجتمع هو مجتمع محترم حقيقه جدا. طبعا كل بلد فيها وفيها، الواحد دايما يقول هذا الكلام من صفر. فقلت له رايح فين؟ انا رايح البلد الفلانيه. قلت له ليه؟ هتاخد كام؟ هتعمل ايه؟ قال لي شوف انا هاخد اقل من اللي باخده في الكويت. قلت له طب ايه رايح ليه؟ قال لي لان المستشفى اللي انا رايحها في دوله خليجيه تانية دي فيها استفاده، يعني التخصص بتاعه هو بتاع قلب في العلاج النون انفيزيف بتاع استشاري امراض قلب، يعني لو عدم اللا تدخلي، يعني بيعالج القلب. تعرف جماعه اطباء القلب منهم اطباء بيشتغلوا في الانفيزيف اللي هو القساطر والاشياء ديت كلها، وبعدين في جراحين قلب وغيره. هو بيقول لي انه انا رحت في مكان هيودوني دورات وهستفيد علميا، وكان بيتابع بنتابع مع بعضنا، وبعت لي صور والمؤتمرات اللي بيحضرها لانه حابب ان هو يتطور، مش رايح يجمع فلوس. ودي نقطة مهمة في الطبيب المصري للحق والإنصاف. الطبيب المصري في الخارج هو نموذج يحتذى، مش بلطجي ولا عرباجي ولا بيفرد درعاته ولا بيتخانق ولا، لا، ده راجل محترم قيمة وقامة وعاوز يتعلم وعاوز يخلي اسم بلده في السماء. دي حقيقة مش خيال. مش رايح البلد دي يسترزق منها ولا ياكل منها عيش على حساب علاقات مع المسؤولين زي بعض الناس اللي بيروحوا عن طريق السفارات والكلام ده. الحقيقة ان هذا الاستثمار يواجه أزمة. نحن عندنا درين نزيف جامد في الأطباء. ومن هذا المكان انا قلت اكتر من مرة لو سمحتم يا جماعة انتبهوا للأطباء واعملوا لهم المسحات وحافظوا عليهم. طبعا السيسي دماغه بيادة، مفيش كلام، انا يعني مش محتاج اقول لك الكلام ده، لانه هو لا ينظر الى الانسان المدني على انه يستحق الحياة. وبعدين تقول لي دكاترة بقى ومش دكاترة، طلع لي عم المنسي. هل هيعملوا فيلم اسمه الطبيب المنسي مثلا؟ هل هيعملوا فيلم عن ملائكة الرحمة، البنات اللي ماتت والستات اللي ماتت من التمريض وغيره والشباب اللي ماتوا؟ ابدا لن تجد هذا. ليه؟ لأن هو لازم يطلع في المسلسل يطلع فيه ضابط الشرطة والجيش، والباقي المجتمع حرامي وابن كلب ومجرم وثورجي. إنما الضابط جدع. إيه يا محمد؟ أنت مش عارف مصر ولا إيه يا محمد؟ والضابط يعاني
يعني هو دايما صاحب المعاناه. الضباط دايما في المسلسلات بيعانوا، ما بيستفيدوش من حاجه خالص، لا بيحضروا اطراح ولا بيحضروا اطراح ولا حاجه خالص. صرخات الاطباء لا تلقى لها بالا، والاعداد عماله تزيد. وانت النهارده لما تشوف البوست اللي مكتوب عن تعليقا على انه الارقام في مصر كانت الوفاه من كام يوم 27 واحد، زملائي هيعرضوا لك البوست، بيقول انه ناس زملائه كشفوا ده سميره، هي الدكتوره سميره، كميه سباب واهانه، بعضها بالاب والام، كل ده عشان كلمتين فضفاضه على صفحتي الشخصيه بعد نمطشيه جحيم يحاول احاول ان الناس جزء من الواقع. انا عملت بلوك لوالدي عشان ما يشوفش حد بيهني، خلاص مفيش كورونا، انزلوا واتزحموا كمان وكمان، ونكتفي ببيان وزاره الداخليه الصحه اليومي وكلمتين لعمرو اديب واحمد بن موسى وشكرا. طبعا اي حد بيقول اي حاجه بيتمسح بيتذبح بيعتقل. امبارح كشفت على 27 مريض مؤكد اصابتهم بكورونا في 12 ساعه عن طريق المقطعيه بتاعه الصدر وصوره الدم ونسبه الحديد. ثلاث اطباء زمايلي كشفوا على اعداد مشابهه، اجمالي بالتقريب 100 حاله في 12، يعني 200 حاله او 300 حاله في يوم في مستشفى واحد. قيس على كده بقيه المستشفيات. ما تنخدعش باعداد وزاره الصحه المعلنه، ما تنخدعش باعداد وزاره الصحه المعلنه، الوضع اسوأ بكتير. اعمل حظر لنفسك والاهل بيتك، والنزول يبقى للضروره القصوى، ولو فتحوا مساجد صلي في بيتك برضه، ولو حلف بالقران المجيد ان عدد بالقل خليك في البيت. محدش هينفعك لو حد من اهل بيتك اتصاب، محدش هيلف معاك على المستشفيات، محدش هيلاقي لك دواء، الزم بيتك واهلك قدر المستطاع. النهارده الاعداد بتزيد، وزي ما قلت لحضرتك ارتفع عضو بنقابه الاطباء بيقول انه النهارده العدد ارتقى الى 53 شهيد من الاطباء. يا ترى يا هل ترى يطلع عبد الفتاح السيسي كرامه؟ لا، بنتمنى طبعا ان حد يكرم الناس دي، ولا يحط صورتها ويقول مات الشهيد فلان ولا الدكتور فلان. ما فيش حد بيقول الكلام دوت. ادي وفاه استشاري تخدير بعد اصابته بكورونا وارتفاع العدد الى 53 شهيد.